بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثاني عشر المسار التكنولوجي بدرس جديد من دروس علوم الحاسب الوحدة الأولى البرمجة كآنية التوجه الدرس الثاني السمات والوظائف الجزء الرابع. درسنا في الدروس السابقة عدة مهارات، وآخر المهارات التي قمنا بدراستها هي إنشاء وتعريف الوظائف واستدعاء الوظائف. أهداف درسنا الحالي: التعرف على الوظائف الثابتة static method، التعرف على القواعد العامة للوظائف الثابتة، عرض مثال على الوظائف الثابتة. ما هي الوظائف الثابتة؟ هي وظائف خاصة تضم تعليمات برمجية تنتمي إلى الفئة class، ولكنها لا تستخدم أي من خصائصها وتقوم بعمليات ثابتة تختص بالفئة وتطبق على جميع الكائنات المنبثقة منها. سنفهم من خلال الأمثلة التي سيتم عرضها معنى هذا التعريف. إذن الوظائف الثابتة هي وظائف خاصة تضم تعليمات برمجية تنتمي إلى الفئة. ما هي الفئة؟ الفئة هنا هي الكلاس دوج، ولكنها لا تستخدم أي من خصائصها. ما هي خصائص الفئة؟ هذه هي خصائص الفئة، الخصائص التي تأتي في function init البريد والكلر، والتي يتم تعيينها باستخدام البرامترز الموجودة في function init underscore breed underscore color، ويمكنني كتابة هذه البرامترز بدون underscore، ولكني كتبتها بهذا الشكل للتفرقة بين البرامترز الخاصة بالinit والخصائص الخاصة بالكلاس دوج. إذن الوظائف الثابتة تضم تعليمات برمجية تنتمي إلى الفئة، هذه هي الفئة، ولكنها لا تستخدم أي من خصائصها، أي أن الوظائف الثابتة لا تستخدم أي من تلك الوظائف وتقوم بعمليات ثابتة تختص بالفئة. يقصد بذلك أن هذه العمليات لها علاقة لها بالخصائص الخاصة بتلك الفئة، وتطبق هذه الوظائف على جميع الكائنات المنبثقة منها. هنا الفانكشن ايت هي احد وظائف الفئة التي تعمل باستخدام سيلف، اي هذه الفانكشن تستخدم احد خصائص الكلاس دوج وهي البريد ليتم تفعيلها. فيتم كتابة البريد الخاص بالكلاس دوج ثم is eating ثم food وهو البرامتر الموجود في function eat. ولكن الستاتيك ميثود أي الوظيفة الثابتة نتيجتها واحدة لكل مثيلات هذه الفئة. فمثلا هذه الفانكشن نتيجتها تكون مختلفة عند استدعائها لكل مثيل، حيث أن كل مثيل له بريد خاص به وكذلك نوع food مختلف، ولكن الستاتيك ميثود غير مرتبطة بأي من الخصائص الخاصة بالدوج، لأنها كل ما تستدعيه هي برنت باركينج، فلا تستدعي أي من تلك الخصائص. فعند إنشاء مثيل روكي من الكلاس دوج ثم كتابة البريد بولدوج ثم كتابة الكلر وايت ثم استدعاء روكي دوت بارك، كل ما سيظهر إلينا هو باركينج. وإذا أنشأنا مثيل آخر بخصائص مختلفة في البريد والكولر ثم استدعينا الفانكشن بارك، سيظهر لنا أيضا النتيجة باركينج، وستفهم ذلك بشكل أفضل وبالتفصيل من خلال الأمثلة التي سنقوم بعرضها. فسوف أقوم بإنشاء الكلاس دوج ديف init self underscore breed underscore color self breed سيوي underscore breed self dot color سيوي underscore color. وكما ذكرنا يمكننا كتابة البرامترز بدون underscore بهذا الشكل، لكن يفضلها بأندرسكور حتى تفرق بين البرامترز الخاصة بانت والاتريبيوتس او الخصائص الخاصة
بالدوج. سوف انشئ function eat بهذا الشكل self food print self dot breed is eating food. اذا سيتم استدعاء البريد اي الفصيل او الخاص بذلك الدب، ثم كتابة is eating، ثم الفود وهو البرامتر المدخل في function eat، ثم اكتب div bark print barking. الان عندما اقوم بانشاء مثيل روجر من الدوج، ثم ادخال البارامترز البريد والكلر، البريد بج، الكلر براون. الان عند استدعاء روجر دوت ايت لابد ان ادخل له بارامتر الفود على سبيل المثال كيبل، وتشغيل البرنامج سيظهر لي bug is eating kibble. bug هي البريد، لاني في function eat استخدم الاتريبيوت البريد self.breed، وفي هذه الحالة bug is eating kibble وهو نوع الطعام الذي قمت بكتابته. اذا انشأت مثيل اخر سميته روكي، قمت بادخال البريد بولدوغ ثم اللون وايت، ثم قمت باستدعاء روكي دوت ايت نوع الفود رو، ثم قمت بتشغيل البرنامج يظهر لي بوك از ايتينج كيبل وهو نوع البريد بوك از ايتينج كيبل، ثم يظهر لي بولدوغ از ايتينج رو، اي ان نتيجه الفانكشن ايت تكون مختلفه لكل مثيل. ولكن إذا قمنا باستدعاء روجر دوت بارك وكذلك قمنا باستدعاء روكي دوت بارك ثم نظرنا إلى النتيجة، سنجد أن النتيجة واحدة باركينج باركينج، حيث أن البارك الاستاتيك ميثود لا ترتبط بالخصائص الخاصة بالدوج. ولاحظ أنني إذا قمت باستدعاء بارك دون كتابة static method أعلى function bark سيظهر لي هذا الخطأ. عند استدعاء أي وظيفة ثابتة لابد من كتابة هذه الكلمة أعلى الفانكشن. إذن القواعد العامة للوظائف الثابتة هي دوال بسيطة بدون المعامل self، أي يتم استخدامها دون الحاجة إلى استخدام أي من خصائص الفئة، يجب وضعها داخل تعريف الفئة، يمكن استدعائها بواسطة الفئة والكائن، تكون نتيجة هذه الوظائف مستقلة عن حالة الكائن. وهنا ينبغي توضيح النقطة الثانية، يجب وضعها داخل تعريف الفئة. هنا قمنا بوضع الوظيفة الثابتة داخل تعريف الفئة، أي هنا داخل كلاس دوج. يمكن استدعاءها بواسطة الكائن والفئة، أي إذا كتبت هنا دوج دوت بارك بدون إنشاء مثيلات لهذا الدوج ثم قمت بتشغيل البرنامج يظهر لك باركينج، وهذا هو معنى يمكن استدعاءها بواسطة الفئة والكائن، تكون نتيجة هذه الوظائف مستقلة عن حالة الكائن. والآن سأقوم بإنشاء هذا البرنامج والذي يساعدني على إنشاء منتجات جديدة باستخدام الاسم والسعر ويضيفها داخل هذا المربع النصي. أستطيع أن أكتب هنا Bridge والسعر 500، ثم الضغط على Add Product يظهر لي هذه الويندو بعنوان New Product، ثم ذكر اسم المنتج الذي تم إضافته ويكتب Fridge is created، أطلع OK فيظهر هنا البرودكت الذي قمت بإنشاؤه
فريدج، والسعر الذي قمت بكتابته، وجملة أخرى لم أقم بإدخالها وهي ميد إن قطر. إذا قمت بإدخال منتج آخر AC سعر 1500 ثم Add Product AC is created okay. يظهر كذلك الاسم والسعر وتظهر هذه الخاصية ميد إن قطر التي أقوم بإدخالها، فنستنتج أن هذه الخاصية ميد إن قطر هي Static Method، هي وظيفة ثابتة. والآن سأقوم بإنشاء البرنامج. يمكننا باستخدام مكتبة التيك انتر كما ذكرنا من قبل إنشاء برامج ذات واجهة رسومية تعمل على الديسكتوب. لإنشاء أي برنامج بمكتبة التيك انتر أقوم باستدعائها باستخدام هذه الأوامر: تيك انتر import all from تيك انتر import TTK، ثم أقوم بتشغيل شاشة المكتبة باستخدام هذه الأوامر: variable window يساوي TK window.title وهو عنوان الويندو، e-commerce shop window.geometry، والجيومتري هي المساحة الخاصة بتلك الويندو التي نقوم بإنشائها. هذا الحرف هو X في الكيبورد، X 450 style يساوي ttk.style window، ولتشغيل هذه الويندو نكتب window.main loop. بعد تشغيل البرنامج تظهر لي شاشة التيك انتر بهذا الشكل، وظهر هذا الايرور لأن نستطيع لابد أن تبدأ بأبر كيس S. إذن هذه الأوامر ما هي إلا الأوامر الخاصة بتفعيل اللايبرري تيك انتر. والآن سأقوم ببناء المربعات النصية الخاصة بالبرودكت نيم، خاصة بالبرايس، وكذلك الليبلز، وكذلك البطن اد برودكت، وهذا المربع النصي. سأقوم بإنشاء الليبلز من خلال عمل فاريبل جديد اسمه product name label، والليبل هو هذا الاسم، ثم أكتب الأمر الخاص بإنشاء الليبل الخاص بالتيك انتر label. سيتم إنشاؤه داخل الويندو variable الويندو الخاص بالTK وهي هذه الويندو، ثم أكتب النص الذي سيظهر في ذلك الليبل product name، ثم أقوم بتحديد المكان الذي سيتم إنشاء فيه الليبل من خلال أمر product name label dot grid، وأكتب row يساوي 1 وcolumn يساوي 0. ما هو الرو وما هو الكولوم؟ في الويندو الخاصة بالتيك انتر أستطيع تنظيم عرض البيانات باستخدام الصفوف والأعمدة، فهنا يعتبر الصف الأول العمود الأول، هنا يعتبر الصف الأول العمود الثاني، وهنا يعتبر الصف الأول العمود الثالث، وهكذا هنا الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع، وهكذا نستطيع تنظيم عرض البيانات باستخدام مكتبة التيك انتر. أقوم بحفظ البرنامج وأجرى عمل رن. يظهر لي هنا product name الليبل فقط. أقوم الآن بإضافة المربع النصي بعمل variable جديد أقوم بتسميته product name text box يساوي entry، والانتري هو الامر الخاص بالتيك انتر لبناء تكست بوكس. سيتم انشائه داخل الويندو، ثم ادخل كلمة تكست فاريبل، والتكست فاريبل هنا لابد ان اعينها الى متغير ما حتى استطيع التحكم بما يتم كتابته داخل ذلك المربع النصي.
وسيتم شرح ذلك بالتفصيل. فأحدد أن هذا المربع النصي سوف يحتوي على كلمة string من خلال تعيين هذا المتغير product name يساوي string var، وبهذا السطر أخبر البرنامج أن ما سيتم كتابته داخل المربع النصي هو نص وليس رقم، وأقوم بكتابة product name هنا، ثم أقوم بإضافة المربع النصي في الويندو. والآن عند تشغيل البرنامج يظهر لي ليبل product name والمربع النصي لاسم البرودكت. سأقوم بإضافة البطن الذي يتم من خلاله إضافة المنتجات variable add product button يساوي button، هو الأمر الخاص بالتيك انتر لإضافة البطنز ويندو تكست. النص الذي سيتم كتابته على البطن هو add product، الأمر الذي سيقوم بتنفيذه البطن عند الضغط عليه command يساوي function add item. سأقوم بإنشاء هذه الفانكشن الآن. سيتم وضع البطن. عند تشغيل البرنامج يظهر error أن add item isn't defined. add item هي الفانكشن التي سيتم استدعائها عند الضغط على زر add product button. فسأقوم الآن بتعيين function add item. قم هنا div add item. مبدئيا حتى تفهم بشكل افضل، variable البرودكت نيم الذي تم وضعه هنا في text variable، وكذلك تفهم كيفية عمل البطن، سأكتب هنا في ال add item print product name، والبرودكت نيم سيطبع لي ما سيتم كتابته داخل المربع النصي الخاص باسم المنتج. عند تشغيل البرنامج الآن أكتب هنا AC ثم أضغط على Add Product. ظهر لي هذه الكلمة التي ليس لها معنى. فللحصول على نفس الكلمة التي تظهر لي في المربع النصي لابد أن أكتب Product Name.get بهذا الشكل، ثم أقوم بتشغيل البرنامج مرة أخرى. الآن أكتب AC add product هيظهر لي هنا AC. إذا نفهم من هذا أن البرودكت نيم هو المتغير الذي يتم فيه تخزين ما تكتبه في المربع النصي الخاص بالبرودكت نيم، ونفهم كذلك كيفية ربط البطن بفانكشن معينة. الآن أقوم بإضافة الليبل الخاص بالبرودكت برايس بأمر. بالطبع هذه القيم للصفوف والأعمدة قيم يمكنك التجربة وتغييرها كما تشاء، فهي فقط لتنظيم عرض البيانات في الشاشة. إذن هذا هو الليبل الخاص بالبرايس. سأقوم بإضافة التكست بوكس الخاص بالبرايس بأمر product price text box يساوي entry. سيتم إضافتها في الويندو text variable يساوي أيضا ما هو المتغير الذي سيحتوي على قيمة البرودكت برايس. سأكتب هنا product price. لابد أن يحتوي text box الخاص بالبرايس على رقم، وأقوم بكتابة double var بهذا الشكل، وأقوم بتعيين هذا المتغير في التكست فاريبل، ثم أقوم بإضافة البرودكت برايس تكست بوكس بالشاشة بهذا الأمر. لابد من كتابتك لتلك البرامج مرتين أو ثلاثة والتجربة فيها بتغيير مثلا هذا الاسم في الليبل، بتغيير أرقام الرو والكولوم،
وعندما تفعل ذلك عدة مرات يمكنك استيعاب وفهم تلك الأوامر بشكل أفضل. الآن عند تشغيل البرنامج يظهر لي البرودكت نيم وهنا التكست بوكس الخاص به، كذلك البرايس والتكست بوكس الخاص به. الآن أقوم بإنشاء المربع النصي الكبير الذي سيحتوي على المنتجات التي أقوم بإضافتها بهذه الأوامر. برودكت ليست بوكس يساوي ليست بوكس، تم إضافتها في الويندو ارتفاع 20 ويتس 50 بوردر 0، وهذا هو المكان الخاص بها في الجريد. رو 4 كولوم 1 كولوم سبان 3 رو سبان 6 باد واي 20 باد اكس 20. والآن سأقوم بإنشاء الكلاس برودكت وإضافة الاستاتيك ميثود بها بهذه الأوامر. كلاس برودكت ثم فانكشن الانت ثم ستاتيك ميثود برودكت مانيفاكتشر اي المكان الذي تم فيه التصنيع ميد ان قطر ريتيرن ميد ان قطر. الان ساقوم بتشغيل البرنامج، يظهر لي برودكت نيم والبرايس والاد برودكت، وهذا هو المربع النصي. الان كيف اقوم باضافه المنتجات داخل هذا المربع النصي؟ داخل الفانكشن اد ايتم ساقوم بانشاء منتج جديد variable new product، وهذا المنتج يساوي product. يطلب مني النيم والبرايس. ما هو النيم والبرايس في هذه الحاله؟ النيم والبرايس هما البرودكت نيم والبرودكت برايس، الفاريابلز الخاصة بالمربعات النصية لاسم المنتج وسعر المنتج. إذن برودكت يساوي برودكت نيم والبرايس يساوي البرودكت برايس. وكما ذكرنا حتى نحصل على القيمة الموجودة في التكست بوكس لابد أن نكتب دوت جيت، كذلك برودكت برايس دوت جيت. أريد ظهور شاشة تفيد نجاح إضافة المنتج. من هنا سأقوم بكتابة فروم تي كينتر امبورت مسج بوكس بهذا الشكل، وهنا أقوم باستدعائها بكتابة هذا هو العنوان الذي سيظهر بتلك الشاشة new product، ثم أضيف التفاصيل الخاصة بذلك المنتج في المربع النصي الذي قمنا بإنشائه product list box، هذا المربع النصي. أقوم بعمل ذلك من خلال الأوامر product list box وكذلك أقوم بإضافة المانيفاكتشر، هذا المانيفاكتشر، وهذه هي الاستاتيك ميثود الوظيفة الثابتة والتي تكون نتيجتها واحدة بغض النظر عن الخصائص المدخلة. int new product dot product manufacturer، وحيث انها فانكشن فلا بد من اضافه هذه الاقواس. فائده كلمه end هنا بعد insert هو امر خاص بالبرودكت ليست بوكس، وهو يعني الادخال بعد اخر مكان تمت الكتابه فيه في هذا المربع النصي. الان عند تشغيل البرنامج اقوم بادخال برودكت نيم كار 1 البرايس 15000 اد برودكت، يظهر لي نيو برودكت وهي نيو برودكت وهو عنوان تلك الشاشه من هذا الامر مسج بوكس دوت شو ورنينج نيو برودكت، وكذلك كتب لي كار 1 دوت كرييتد وهو هذا الامر برودكت نيم دوت جيت از كرييتد. وانا ضغطت على اوكي بسبب هذه الاوامر تم اضافه اسم المنتج وسعره وكلمة ميد ان قطر.
ولا أنا أستطيع إضافة منتج آخر، وأفضل أنه عند إضافة أي منتج يتم مسح هذه المربعات النصية. ولعمل ذلك أقوم بكتابة البرودكت نيم دوت تكست بوكس، وهو الفاريابل الخاص بالمربع النصي لاسم المنتج، وهذا الأمر يعني حذف ما بداخل ذلك المربع النصي، وكذلك المربع النصي الخاص بالساعه بهذا الشكل. والآن عند إضافة منتج جديد كار 1 سعر 10,000 at product car 1 is created. اوكي، تم مسح ما تم كتابته داخل المربعات النصيه. الان اضيف امر اخر، هوندا برايس 5000 at product هوندا is created. اوكي، يظهر تفاصيل البرودكت وتظهر الاستاتيك ميثود ميد ان قطر بنفس النتيجه التي ظهرت في كار 1. واذا قمت باضافه سيارة أخرى بورش 100,000 at product بورش is created، يظهر تفاصيل البورش. إذن الوظائف الثابتة تكون دوال بسيطة بدون معامل يتم وضعها داخل الفئة، يمكن استدعائها بواسطة الفئة والكائن، وتكون نتيجتها مستقلة عن حالة الكائن. ولابد من كتابة كلمة at static method عند إنشائها. إذن تعلمنا في هذا الدرس تعريف الوظائف الثابتة، القواعد العامة الخاصة بالوظائف الثابتة، وكذلك مثالين للوظائف الثابتة. وبهذا ينتهي درسنا الحالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.